السلام الله عليكم. عندنا هذه البنت عندها كيس دهني بداخل العين، يعني كل ما مر من يوم والكيس تتوسع يتوسع. طبعا بسبب ظروفهم المادية ما قدروش، يعني الأم لا حول ولا قوة إلا بالله طبعا مغلوبة على أمر الجيل. عندي دائما أكثر حين تبكي بسبب بنته. الأم طبعا تشتغل عاملة نظافة عندنا بالشارع، والله إني من أطيب وأفضل ناس ومن الناس المحتاجين، أقسم بالله إنه أكثر الأيام تجي تقول لي والله ما معي ابني حق العشاء ولا حق الغداء، يعني اكثر الايام طوال السنه يعني عامل نظافه تعرف بظروفه. والان لما واحد يشوف يعني فلذات كبده ما قدرش يعمل العمليه، كان كيس الدهني صغير الان كبر كبر كبر. الان الدكاتره قالوا ما قدرش يعمل اي حاجه الا ان تسافر الى صنعاء، اذا يعني ما بش معهم يعني قيمه القوت الضروري فما بالك لا سفر لصنعاء وعلاجيه او عمليه. طبعا احنا الان بحب الشهور لله، بحب الايام لله، بحب الساعات الى الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال حب العمل الله سرور تدخله على مسلم، فأنا أتمنى أن تدخل السرور إلى قلب هذه الأم. كما ذكرنا حالتهم ظروفهم يعني تحت الصفر وعندي 8 بنات، أنا أسأل من الله من فرج همه وتعاون على أني تشوف تنظر طبيعي. إن ربي يحفظ نظر أولاده طول الحياة. جزاكم الله ألف خير.